الصدق والنور، والصلاة والسلام على سيد المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وهذه من خلال أقوالها وأفعالها وممارساتها المشينة والشنيعة والعنيفة واللا إنسانية والوحشية، أساءت إلى رسول الله وإلى دين الله وإلى أنبياء الله وإلى كتاب الله وإلى أمة المسلمين أكثر مما أساء إليه أعداؤه، حتى أولئك الذين قاموا بالاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تأليف كتب مسيئة للرسول أو صنع أفلام مسيئة للرسول أو رسم رسوم مسيئة للرسول.